لأنتقل إلى رسالة غزة، لأن هذا لأن الحديث لا يحتاج إلى شرح تكفد فيه الدلائل. أن يأتي رئيس أكبر دولة وأن يلحقه رؤساء من كبار الدول لكي تحاول أن تعيد الثقة والإطمئنان إلى أولئك البشر، ولكن هيهات، ولكن هيهات رغم كل من جاء. ونحن لو رأينا تلك المشاهد من مجيء هؤلاء لأدركنا أن الواقع أمر وأمر وأمر مما نشاهده في هذا الكيان الغاصب. غزة مجموعة من أهل فلسطين، بعضهم جاء إليها عندما نزع منه بيته غصبا من خلال عصابات اليهود التي جاءت من أصقاع الأرض فأخرجوا الناس من بيوتهم ومزارعهم وهجروهم إلى المخيمات. ومن ضمن الأماكن كانت مخيمات في غزة. غزة يسكنها ما يقارب 2.5 مليون من البشر، وكل من زار منكم مخيمات الأردن، مخيمات الفلسطينيين في الأردن، سيعرف أن وضع المخيمات والبنى التحتية في غزة ربما هي أسوأ مما عليه المخيمات في الأردن وسوريا ولبنان، بمعنى أن وضع الناس من الناحية الحاجات الأساسية ورفاهية المواطن أو رفاهية الإنسان هي دون ما يجب أن تكون عليه كرامة الإنسان. وبمعنى آخر أن هذا الوضع تربى الناس على ما فيه من صور الظلم والقهر والعدوان التي مارسها العدو الصهيوني بالمسلمين هناك. الإنسان في هذه الحياة عندما يأمن الخوف ويجد لقمة العيش ويعيش بكرامة وأمن وأمان يستطيع أن يمارس رسالته في الحياة على أحسن حال، ولكنه عندما يضيق عليه ويعيش هذه الظروف التي لا تمت إلى الإنسانية بصلة يبقى أن يبني في داخله قوة الإيمان، قوة التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لو نلاحظ بأن أعظم الرسائل التي نراها ذلك الثبات الإيماني والتعلق بالله سبحانه وتعالى. يخرج الواحد من بين الأنقاض وقد استشهد فيه زوجته وأبناؤه ثم يقول لله وفي سبيل الله وشهداء، هذه الكلمات وهذه العبارات وهذا التسليم لله عز وجل هو تربية، ليس وليد اللحظة
أو من منطلق ما أصاب الإنسان من هزة، وإنما هو تربية إيمانية عميقة. قد رأينا في هذه البلد في غزة من مدارس القرآن وأندية القرآن وحفظة القرآن وآلاف الحفاظ لكتاب الله عز وجل، مما يدل على أن رسالة التسليم لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تأتي من فراغ، وإنما تأتي من بناء إيماني متكامل شعاره القرآن الكريم.